نعمل حشوة عصب بالسن الخامس تحت، بضللنا جلسة يومها. تمام، جلسة سهلة كتير، حتى بنج بدهاش تبلقيش منه. قبل 7 أكتوبر كان عندي مركز أسنان في وسط دوار انصارات، الحمد لله. للأسف اضطرينا طبعا نوقف الشغل، ما كانش لا في كهرب ولا في كان أي وسيلة أنه إحنا نقدر نشتغل. طولت القاعدة، وكانت كمان الناس كتير تجيني هان تشكي من ألم في أسنانها، خصوصا هان كتير نازحين حوالي صاروا موجودين، وانتوا عارفين ألم الأسنان كتير صعب. حاولت افتح مركزي لكن للاسف كان صعب جدا، لانه تعرض لاضرار كثير جسيمه نتيجه انه صار استهدافات لوسط دوار انصراط، وهناك مركزي موجود. من هان اجتني فكره خيمه الاسنان، قلت ليش ما اروح استصلح لي كرسي من كراسي اسنان المركز واجيبها هان انقلها، ومنه اكون قريب برضه على الناس حل حوالي انا، واظبط لي زي خيمه. والحمد لله زي ما انتم شايفين كيف هيك، حتى فرشتها جلد يعني وظبطتها، وجبت اجهزتي اللي ظلتها الحمد لله سليمه يعني. بصراحة أكثر صعوبات بتواجهني هان في الخيمة يعني بعد 3 شهور، أول إشي قصة المواد الأسنان. مواد الأسنان كتير غالية إن وجدت يعني، هاد بتكون كتير غالية. يعني ليش أقول لك، أنا بنج كنا نجيبه قبل الحرب تقريبا ب 27 دولار 90 شيكل تقريبا، امبارح جايبه تقريبا ب 500 شيكل، يعني 135 دولار هذا بس حق علبة البنج. الشغلة الثانية اللي أنا بواجهها بصراحة قصة الكهرباء، كتير أنا بعاني منها، شغال على الطاقة الشمسية لكن كل شوي زي ما انتم شايفين بتفصل علي. مثلا الصبح الساعة 9 كانت الغيمة طالعة، قعدت نص ساعة الناس قاعدة هيك وانا بس قاعد استنى فيهم لحد لما الشمس تطلع علي، لما قدرت اني اجمع شوية كهرباء هيك في الطاقة وارجع اشتغل، لانه برضه بطاريات الطاقة تبعتي للاسف خربانة. اول شيء في رسالة للعالم كلياتها بقول لهم ان شاء الله يا رب يسعوا ويوقفوا هالحرب هذه المدمرة علينا في غزة، هان كثير تعبنا احنا هان، لكن ان شاء الله يا رب تنتهي على خير ونرجع كلنا على، يرجعوا النازحين هذول على بيوتهم، وانا اللي زيي لي شغلي ارجع على بيتي. رسالتي للشباب واهل غزه اقول لهم يا شباب تستسلموش، ان شاء الله راح نرجع من اول وجديد نعمر غزه. ايش فيكم تبلشوا الحين، بلشوا توكلوا على الله، احنا صرنا 9 شهور وقربنا نصير سنه كمان. ايش في حاجات بسيطه بلشوا توكلوا على الله بالحاجات البسيطه، ربنا بوفقنا ان شاء الله، وإن شاء الله راح ترجع غزة من أول وجديد. تستسلموش، هذه بلادنا بنحبها وحنرجع نأسسها إن شاء الله.